عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم جلسة مباحثات رسمية بقصر العلم العامر. جرى خلال الجلسة استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في شتى المجالات وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة المتينة التي تربط الشعبين العماني والإيراني بما يحقق المزيد من تطلعاتهما وآمالهما، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر جلسة المباحثات الرسمية من الجانب العماني صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، معالي محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن، معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس بعثة الشرف، معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، سعادة السفير إبراهيم بن أحمد المعيني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فيما حضر الجلسة من الجانب الإيراني كل من معالي الدكتور حسن أمير عبد اللهيان وزير الشؤون الخارجية، معالي العميد محمد رضا قرائي وزير الدفاع وأسناد القوات المسلحة، معالي السيد رضا فاطمي أمين وزير الصناعة والمعادن والتجارة، معالي رستم قاسمي وزير النقل وتخطيط المدن، معالي جواد أوجي وزير النفط، معالي علي صالح أبادي محافظ البنك المركزي، معالي غلام حسين إسماعيلي رئيس مكتب فخامة الرئيس، سعادة السفير علي نجفي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان، وسعادة عباس مقتداي نائب مجلس الشورى الإسلامي ورئيس اللجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية العمانية وعدد من المسؤولين الإيرانيين. عقب ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية جلسة مباحثات مغلقة حضرها من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص وسعادة السفير إبراهيم بن أحمد المعيني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فيما حضر الجلسة من الجانب الإيراني معالي الدكتور حسن أمير عبد اللهيان وزير الشؤون الخارجية وسعادة محمد جمشيدي نائب رئيس مكتب فخامة الرئيس للشؤون السياسية وسعادة السفير علي نجفي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان.